اتفضلي. تتكلمي جد يا ماما؟ منى بنت خالتي دخلت ابنها مدرسة انترناشونال. ودي بكام دي؟ ايه؟ 300,000. وحملات صناعة وملاعب. وايه البروم ده كمان؟ وحفلة التخرج. وحفلات في اوروبا كمان. طب هو جوزها سعيد جاب الفلوس دي كلها منين؟ الصفقات اللي عملها الفترة اللي فاتت دي. هو التصدير اصلا بيكسب كل ده؟ يلا يا بختها. جوزي زمان راجع من الشغل اهو. ما انا كمان بدور على مدرسة لحمادة ابني. يعني جوزي بيدور في المدارس اللي جنبينا كده عشان نشوف له مدرسة حلوة. ما هو يا ماما في حالي انا دلوقتي عايشة في مكان اصلا عشوائي. فالمدارس اللي هنا صغيرة وعلى قدها وعلى قد الناس اللي فيها. لا طبعا احنا معانا فلوس. انت عارفه انا قايله لك ان دخل جوزي كويس وبيقبض حلو من الشركه اللي بيشتغل فيها. خلاص خلاص يا ماما، ضروري لما يجي انا هكلمه.